السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دام الله عليكم الصحة والعافية. عندما يأتي الصباح يأتي العمل والإنجاز. طبعا خليني أقول لكم إن إحنا كنا قلنا إن وجود كابتن محمود أبو الدهب الحلقة دي لاعب نادي الأهلي الأسبق، ولكن حصل ظروف، فأتمنى طبعا إحنا بنحترم الظروف، ولكن أتمنى كل للشخص التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله يكون عندنا بقى بعض الفقرات كده ومداخلات هاتفية وبعض الأخبار هنتكلم فيها. هنقول الخبر وهنحلله بشكل سليم، يعني بأخبار تكون موثوق منها. يعني طبعا كان في تصريح لكابتن حسام البدري، كان اتكلم عن مصطفى محمد وقال ان هو ناقصه كتير. عندنا تعليق للامر ده، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. مصطفى محمد هو نجم كبير جدا ولاعب اثبت وجوده مع المنتخب الاولمبي ومع نادي الزمالك ومع اي نادي قبل كده، ولكن خلينا نقول بس ان مصطفى محمد لعيب هايل جدا برضه، باكد كلامي، ولكن ناقصه، مفيش لعيب في مصر مش ناقصه حاجه. لو اللعيب في مصر كامل من كل شيء كان زمان دلوقتي بيلعب في احسن الانديه في اوروبا زي محمد صلاح، ولكن مفيش لاعب مكتمل. المكتمل اللي بيشتغل على نفسه 24 ساعه، ومفيش لاعب عندنا في مصر بيشتغل على نفسه 24 ساعه. فكابتن حسام البدري كان عن لسان كابتن محمد بركات قال حسام البدري لم يكن يقصد شيئا سلبيا في تصريحاته بشان مصطفى محمد. مش عايزين نضخم الامور، النجم اللاعب بيبقى في البدايات بيجي لنا بيجيب هدفين بقى نجم مصر، وبعد كده الاعلام يتسلط عليه وكل سنه وانت طيب، اللعيب بقى كل سنه وانت طيب فيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجه الثانيه طبعا هنتكلم، سيراميكا كليوباترا يتفق مع مصر المقاصه على شراء 5 لاعبين بثمن 27 مليون جنيه. اللاعبين هم محمد ابراهيم واحمد سامي ومحمد محسن محمد التوني محمد مسعد. طبعا نادي سيراميكا كليوباترا هو الصاعد حديثا للدوري الممتاز. طبعا في تصريحات لنا في لنجوم نادي الزمالك، ويعني الازمه اللي حصلت الفتره الاخيره دي طبعا عايزين نوضحها بشكل سليم، اللي هو بتاعت نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضه والامر اللي كان فيه لغط كبير جدا بالنسبه للامور. يعني ميدو يجب رفع القبعه للدوله، يعني بيشيد بكوادر الدوله للامر اللي اتاح، اللي هو يعني بيفرغوا كل ما يعني كل حاجه موجوده داخل اذهن الناس بيشيلوها عشان مباراه النهائي في افريقيا. فيعني اللي بيحب نادي الزمالك يتكاتف، ما يسيبش الامور تصعب ويبقى في لغط، واللعيبه لازم تبقى في وضعيه تركيز كبير جدا، زي ما النادي الاهلي مقفول عليه نادي الزمالك برضه مقفول عليه. والاهم والمهم ان شاء الله الكاس في مصر. حازم امام لا نيه لترشح لرئاسه نادي الزمالك. طبعا كانوا قالوا ان حازم امام هو يترشح في لرئاسه نادي الزمالك في ظل مباراه، عندي مباراه يوم 27 نوفمبر، خلال ايام التيم بيبقى موجود في معسكر والدنيا واقفه جدا، تمام؟ يعني كل الناس كلها لازم تكون مركزه. لما يطلع تصريحات ان حازم امام هو نجم من نجوم مصر ونجم نادي الزمالك وراجل ابن نادي الزمالك، وقال لك انا ما تحطنيش، يعني كان ليه تصريح جميل جدا قال لك حازم امام عن ترشحه لرئاسه الزمالك، ايه الكلام الفاضي ده؟ تصريحه في اليوم السابع، لو سمحتوا ما تدخلوش اسمي في اي حاجه وما يعنيني هو نادي الزمالك. طب ده امر مكتمل جدا من حيث فكر نجم كبير، يعني حتى ميدو قال لك اشيد بنادي بحازم امام كنجم كبير جدا وراجل صاحب مواقف، ويبقى النجم في المواقف الصعبة جدا. يعني عندنا صلاح والنني وتريزيجيه يصلون القاهرة لمعسكر المنتخب أمس. انضم للمنتخب صلاح والنني وتريزيجيه أمس. طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك للإطمئنان على حالة الونش. موسيماني يندهش بقطاع الناشئين والمواهب بالنادي الأهلي. الثنائي جونيور اجايي وبادجي ينتظمان في التدريبات. منتخب الشباب يواجه بتروجيت الاربعاء القادم ضمن استعداده لبطوله شمال افريقيا. هنطلع فاصل ثم نعود.
هنبدأ بقيت طبعا ورجعنا لكم تاني، هنبدأ بقية الفقرة بتاعتنا والأخبار بتاعتنا. اليوفنتوس يفكر في بيع نجمه كريستيانو رونالدو بسبب راتبه الضخم. طبعا كريستيانو رونالدو نجم كبير جدا، اليوفنتوس بيفكر في بيعه. نقلا من موقع إنجليزي، استعارة فخري وشادي رضوان لاعبين النادي الأهلي إلى البنك الأهلي. يعني خلال يومين إن شاء الله تم الاتفاق، كابتن محمد يوسف هو المدير الفني بنادي البنك الاهلي مع النادي الاهلي باستعاره هذه اللاعبين، ان شاء الله في خلال يومين هيكونوا انتقلوا للنادي البنك الاهلي. طيب هنطلع مداخله هاتفيه طبعا، الكابتن نادر العشري لاعب نادي انبي وغزل المحله ومدرب بقطاع الناشئين بغزل المحله. يا كابتن نادر صباح الخير. صباح الفل يا كابتن محمود ازاي حبيبي. حضرتك يا كابتن نادر؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي قلبي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الله تمام يا حبيبي كابتن موفق نادر. دايما يا الله حبيبي. يخليك كابتن نادر. ان شاء الله كابتن نادر طبعا هنتكلم معاك في مواضيع كتير جدا، مش هنسيبك يعني. هنتكلم معاك كراجل لعبت فتره كبيره جدا جدا في الدوري الممتاز، وكان لك باع كبير جدا في انديه حبيبي الدوري حبيبي الممتاز. فطبعا هناخد بقى من حضرتك بدايه قبل ما نخش الانديه بتاعت حضرتك اللي لعبت فيها وقطاع الناشئين بنادي غزل المحله. هنتكلم مع حضرتك في البدايه الاول، يعني عايزين راي حضرتك في مباراه الاهلي والزمالك القادمه يوم 27 نوفمبر. لا طبعا قمة كبيرة، ونتمنى إن شاء الله إنها تخرج وتليق بالفريقين، يعني فريقين بيمثلوا مصر، فأتمنى تخرج بالمنظر اللي يليق باسم مصر وحجمها في القارة الأفريقية. دي إضافة كبيرة للكرة المصرية، برضو بتوصل رسالة إن الكرة المصرية على الطريق الصحيح. ما نوصل فريقين بحجم الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، لا دي رسالة كبيرة قوي. نتمنى ان شاء الله ان الماتش يعني يطلع بالصوره المطلوبه، ده الاهم، لكن في النهايه الفائز هيكون فريق مصري، وده اللي احنا كنا يعني نتمناه طبعا. انت شايف يا كابتن نادر اللغط اللي متواجد بين الجمهور، او مش بعض الجمهور، بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك في امر مهم جدا في مباراه قويه جدا، مصير نادي كبير مثل نادي الزمالك في مباراه ضد الاهلي، انت شايف ان الوضع في اللغط والكلام في التوقيت ده، ان ترشح فلان، ان استبعد فلان، هذا التوقيت مناسب يعني؟ والله هو طبيعي اي لغط في الناحيه الاداريه بيأثر على اي تيم وعلى اي فريق، تمام. فما بالك بقى طبعا نادي بحجم نادي الزمالك، الميديا طبعا عليه والاعلام متسلط عليه والكلام كتير جدا، فاهمني؟ فانا شايف ان هو ساعات بيبقى جانب ايجابي وسلبي. جانب سلبي طبعا بيوصل للاعيبه ان الاداره فيها مشاكل، والرئيس النادي طبعا القصه كلها على رئيس النادي، زي ما الامور واضحه يعني، او مجلس الاداره يعني، تمام. ان النادي يبقى فيه مشاكل ماليه اداريه، لا ده الفلوس هتاخر، مشاكل كتيره. والناحيه الثانيه له ناحيه ايجابيه، ممكن يبقى حافز اللعيبه. طب كابتن نادر انت معايا؟ شايف فرصة مين اكبر، الكفة الارجح بين الفريقين يعني؟ والله انا بالنسبه يعني لك انا شايف الناس الكفه، في الكنترول عمالين يقولوا لي بص مشجعين. لا لا ايوه، انا شايف الامور 50 50 بصراحه، يعني انا مش شايف ان النادي يعني النادي الاهلي يمكن في استقرار شويه الفتره دي، والزمالك طبعا المشاكل الكتيره، وزي ما احنا كنا بنتكلم اللغط الاداري اللي حاصل الفتره ديت، ومش عارف اللي المجلس الاداره رايح فين، ده طبعا بيأثر على فرقه الكوره، لكن انا شايف ان هي 50 50. ليه؟ لان انت بتلعب ماتش 90 دقيقه، فالماتش 90 دقيقه ده في كل الاحتمالات وارده، ممكن تمام. يبقى فريق ماسك الكوره وبيهاجم وضاغط، وفريق تاني يجيب جون وخلاص والماتش انتهى وهو اللي خد البطوله، فهي ملهاش مقياس. ماشي، انت عارف لو هي ماتشين كنت اقدر ارجح لك فرق، لكن ماتش 90 لا، ما تقدرش، مستحيل طبعا حد يقدر يتوقع بنتيجة الماتش. تمام كابتن نادر، انت شايف كفه نادي الزمالك ممكن تبقى ارجح بسبب وجود اللاعبين اللي عندهم المهاره الفرديه بشكل كبير، ولا الامر بيمشي ازاي؟ والله انا شايف يمكن التجانس في الثلث الاخير في الثلث الهجومي في نادي الزمالك افضل، يعني الثلث اللي قدام في نادي الزمالك لا مميز جدا وفورمة عاليه، وده ظهر في ماتش نادي الرجاء المغربي، يعني حتى في ظل التاخر لا هم عملوا الفارق، يعني سواء سيد زيزو او بن شرقي او مصطفى محمد طبعا فورم عاليه برضه واضافه كبيره للمنتخب. النادي الاهلي برضه نفس القصه، يعني عنده حسين الشحات بدا يستعد يعني فورمته تاني، وعندك برضه مروان محسن، وعندك برضه مين كهربا بدا يدخل، لا الفرقتين بصراحه في الثلث اللي قدامني في شغل، بالاضافه لكده برضه وسط ملعب الفرقتين كويس جدا، يعني اليو ديانج، طارق حامد، لا انا شايف بصراحه لما تيجي تقيس الفرقتين لا الامور متقاربه جدا، ومحدش يقدر يتنبأ بالمباراه ولا بالماتش خالص، ونتمنى في النهايه زي ما قلنا
ان تخرج بصوره كويسه وتشرف اسم البلد واسم مصر في القاره الافريقيه. يعني الكفة متوازنة بين الأهلي جدا والزمالك من وجهة نظر كابتن نادر. جدا جدا جدا. هو النادي الاهلي بس اللي عنده يعني مشاكل دفاعيه شويه، بس هي يمكن هل انت وبعد شايف بدري بانون هيعوض المشكلة دي في خط دفاع النادي الأهلي؟ طبعا اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لعيب كويس جدا. انا يمكن تابعته في ماتش الرجاء، لا لعيب كويس، بيبدا الهجمه من تحت، بيقدر برضو يعني ايه زي ما بنقول بلغه الكوره كده، ايه ما حدش بيعدي، ما حدش بيرقصه، فدي ميزه كويسه. قاري اللعب من بدري، لا اضافه كبيره طبعا للنادي الاهلي واضافه للدفاع طبعا. طب كابتن نادر، طبعا هننتقل لنادي غزل المحله وانديه الدوري الممتاز الصاعده حديثا. طبعا الدوري الممتاز غزل المحله بيرتب اوراقه ازاي، او اوراق اعتماده في الدوري الممتاز بعد غياب يعني بعض السنوات؟ والله نادي غزل المحله طبعا زي ما انت عارف نادي كبير جدا في الكره المصريه، واسم طبعا كبير وتاريخ كبير، ومخرج نجوم واجيال كبيره جدا. اعتقد ان مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، ومش موجود بس، لا ده مش هو مش طالع عشان يفضل، لا ده المفروض طالع عشان ينافس على المراكز اللي بتأهل كمان لبطوله افريقيا ويشارك. وانا شايف ان خطه النادي ماشيه كويس، والكابتن خالد عيد بصراحه والجهاز اللي معاه ناس محترمه جدا وناس مخلصه جدا وعاملين شغل كويس جدا، لا وشايف ان شاء الله السنه دي هتبقى الامور مختلفه، ويبقى ان شاء الله باذن الله. مش عايزين نقول الحصان الاسود، لا، لان غزل المحله مكانه زي ما قلنا الدوري ممتاز، وان شاء الله هيعمل حاجه كويسه ويقدم حاجه كويسه تليق بالكره المحليه وبمحافظه الغربيه امين ان يا شاء رب. الله. نادي المحل نادي كبير وشعبيه كبيره جدا. كابتن نادي، عايز برضه اخد من الامر مهم جدا، عايز اقول لحضرتك، هو نادي غزل المحله بيتعاقد مع بعض اللاعبين الفتره دي، ولا الامر برضه سري؟ لا والله يعني التعاقدات اللي النادي اعلن عنها هم 2 لعيبه من منتخب السويس، لكن في تعاقدات طبعا، يعني النادي بيتفاوض مع لعيبه كبيره ولاعيبه من الدوري الممتاز، لكن طبعا انت فاهم الامور، التعاقدات دي طبعا بتنتهي، بتاخد وقتها وبتاخد كل الطرق بتاعها مع الانديه، لان نادي غزل المحله بطبيعته بيحترم الانديه كلها، فاعتقد الطرق القانونيه كلها والشرعيه. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يكون في تعاقدات كويسه باذن الله. كابتن خالد طبعا يعني اضرب باحتياجاته واضرب اللي الفريق محتاجه، ان شاء الله باذن الله يكونوا اهم حاجه، يكونوا اضافه للفرقه، وان شاء الله النادي باذن الله الفرقه تعمل حاجه كويسه تليق بالكره في المحله وباسم غزل المحله باذن الله. كابتن نادر، انت شغلت في قطاعات الناشئين او قطاع الناشئين بغزل المحله، طبعا الاكاديميات ما ينفعش عد الامر، الاكاديميات وبعض الاستثمار الرياضي في الكوره، وجهة نظرك فيه؟ لا للاسف والله الاكاديميات دي ضيعت الكره في مصر للاسف، يعني الاكاديميات الغير مقننه او الغير او اللي هي شغاله كده بدون طريقه قانونيه او بسرعه زي ما بيقول اي حد بيدرب بيفتح اكاديميه، لا القصه بصراحه عايزه تقنين وعايزه شغل وعايزه، لان هي بصراحه بقت بتاثر في مستويات اللعيب، لان واحنا شايفينها ظاهره وانتشرت في الكره المصريه. فلا بصراحه شايف ان اتحاد الكره له وقفه، وشايف ان الدوله لازم وزاره متمثله في وزاره الشباب والرياضه يبقى لها وقفه، ممنوع اي اكاديميه تتم غير بتصريح، حدد المدرب اللي شغال فيها مين والناس اللي شغاله فيها، لان انت بتعلم الاولاد فاهمني، وبتاثر على سلوكياتهم وصغرهم، فما يبقى في قدوه كويسه ويبقى في مدرب معتمد وبيبقى في شغل باسلوب علمي وبصوره علميه، لا طبعا اعتقد بيفرق. انا شايف ان وزاره الشباب والرياضه الامر في ايديها، تقدر تقنن الموضوع ده وتمنعه، لانه هو بصراحه زاد جدا على الحد، يعني مش عايزين نقول كابتن نادر، هاخد من حضرتك برضو الامر، وانت وحضرتك بتلعب في نادي انبي، يعني مش الامر مش بعيد، كان اقوى مهاجم وانت بتلعب حضرتك في مصر كان مين من وجهة نظر حضرتك، بخرجك بره الاطار يعني، افضل يعني بالنسبه لي انا افضل يعني افضل مهاجم شفته مهاجم عاصرته حضرتك يعني. كان متعب وعمرو زكي للامانه، يعني متعب ومتعب افضل كمان. هل مصطفى محمد قريب من عمرو زكي او خالفته فعلا؟ لا والله بص على فكره مصطفى طريقه لعبه غير عمرو زكي خالص، يعني اللي شافهم في الملعب لا مختلفين بص بتاتا. يمكن مصطفى عمرو زكي كان يعني مش عايزين نقول شرس مقاتل، انا شايف ان مصطفى الفني اللي بيعتمد على الفنيات شويه، يعني تمام. فاهمني مش عايزين نقول مفتقد الشراسه شويه، لكن مصطفى طبعا مهاجم كبير جدا وحاجه بصراحه ما شاء الله عليه، يعني بيتطور ومستواه بيعلى، والولد واضح ان هو في بيجتهد. عجالة سريعة، كابتن نادر، رمضان صبحي هينجح مع بيراميدز؟
والله القصص ديت يعني او الكلام ده يا كابتن محمود بتعتمد على اللعيب نفسه، لكن احنا نتمنى له النجاح طبعا، لان في النهايه هو لعيب بيمثل منتخب مصر واضافه للمنتخب، لا نتمنى طبعا النجاح ليه. اعتقد ان تجربه بيراميدز خانوا التوفيق فيها، يعني بصراحه مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز، لكن خروجه من النادي الاهلي لا اعتقد انه هيفقدوا حاجات كتير جدا بصراحه، ما الفرق لان بين النادي احمد بين الف... ما الفرق بين احمد فتحي ورمضان صبحي في التعامل؟ والله هل بص هو الامر مختلف او الامر بص ساعد هقول لك احمد حاجه، فتحي؟ الامور دي خاصه بيهم، انا عن نفسي يعني ما اقدرش ان انا اتكلم عن ظروفهم، لان كل واحد ادرى بظروفه، لكن انا شايف خروج احمد فتحي كان افضل من الناحيه الجماهيريه شويه، يعني لا كان في صوره افضل، واعتقد رمضان برضو رمضان يعني كان لو كان في وضوح من الاول مع الناس او مع النادي او مع، اعتقد كان برضو هيبقى الخروج افضل، لكن طبعا احمد فتحي افضل لانه كابتن نادر العاشري، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، وشكرا جدا على فتح قلبك لينا يعني. شكرا عمرك يا كابتن حبيبي، نادر العاشري، وبالتوفيق دايما ليكم ولأسرة البرنامج كلها. شكرا كابتن نادر العاشري لاعب ام بي وغزل المحله الاسبق. هنطلع فاصل ثم نعود. ورجعنا لكم تاني طبعا بعد الفاصل. انا عايز اتكلم في موضوعين مهمين جدا. طبعا احمد فتحي انتقل لبيراميدز، ووجوده في بيراميدز نقله في سن مميز جدا جدا من وجهه نظري، ولكن الراجل احترم من يوم ما وقع مع بيراميدز وهو في النادي الاهلي، قعد على الدكه، قعد العب العب، كل الكلام كان على ما يرام، ثم رضى جمهور الاهلي ورضى اداره النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي، ثم انتقل لنادي بيراميدز. هو ده بقى الذكاء، ذكاء اللاعب المحترف واللاعب اللي الخبره بتاعته بسيطه شويه. عايزين نتكلم في امر مهم جدا برضو بالنسبه للكره المصريه. هو النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب من حيث المباراه القادمه، ونادي الزمالك عنده مفاتيح مهمه جدا في المباراه القادمه، ولكن مش عاوزين يعني نضغط على اللاعبين بحاجات خارجيه. يعني مين اللاعب اللي هيتواجد في نادي او يخرج من نادي، او يعني انا في التوقيت ده يعني مين المدرب اللي يقدر يصرح بتصريح في توقيت زي ده ان ما فيش اصلا لعيبه، ممكن كمان بيمنعوا تليفونات، ان ممكن يقول لك اللاعب ده ينتقل ثم اللاعب ده يستبعد؟ طب فين الكلام ده؟ احنا يعني مين اللي بيعمل الوضعيه دي؟ ايه الاستفاده؟ لو غرض اعلامي وشغلك ماشي يبقى فيها توضيحه، لكن ما اعرفش ايه الغرض يعني. طب حد بيقول لي يشكك ان بعض الناس المحبين لنادي الزمالك كلاعبين قدامى، هل هم ضد نادي الزمالك؟ بالعكس، اي لاعب لعب في نادي الزمالك وشارك ولعب ولبس تيشيرت نادي الزمالك او تيشيرت النادي الاهلي مستحيل جدا يخبط في توقيت زي ده لاي نادي. يخبط على مين؟ هتخبط في مين؟ ده ناديك، هتروح فين ولا تيجي منين؟ يعني انت هتروح فين وتيجي منين؟ احنا الكاسبه عندنا، يعني الكاس اهلي او زمالك احنا بالنسبه لنا راضيين. الجمهور العظيم ده والجمهور العظيم ده بالنسبه لنا هم جمهورين واحد. هنطلع يعني هناخد مداخله. كابتن استاذ محمد فرج، مدير تحرير موقع الاهلي نيوز. استاذ محمد ازيك؟ صباح الخير يا كابتن محمود، حبيبي ازيك يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا جميل، عامل ايه؟ حبيبي يا استاذ محمد، الله يبارك لك ويخليك. استاذ محمد، طبعا حضرتك طبعا صحفي كبير جدا ولك باع في الصحافه الاهلاويه. فطبعا يا استاذ محمد هنتكلمك عن مباراه 27 نوفمبر، النهائي بين الاهلي والزمالك، وعايز اقول لحضرتك تجهيزات النادي الاهلي، يعني اوضاع النادي الاهلي وتجهيز النادي الاهلي الفتره دي. والله يا كابتن محمود، يعني الاهلي بيستعد على قدم وساق، وتدريبات مكثفة، تعليمات من موسيماني للعيبة باستمرار، تجهيزات للشحات سعد سمير رامي ربيعة، اللعيبة على هبة الاستعداد،
عايزين يحققوا التسعة بكل ما أوتي ومن قوة. على الصعيد الآخر طبعا في دعم كبير جدا من كابتن محمود الخطيب والإدارة. طبعا الاستقرار الإداري في الأهلي هنا بيحقق معادلة حلوة جدا للعيبة، وطبعا عندك كابتن موسيماني مدرك بكل بواطن الأمور. وطبعا مش هنقارن ما بينه وما بين فايلر، لكن هنقول إن هو بيتكلم مع اللعيبة باستمرار، مطبق نظرية جوزيه داخل وخارج الملعب، بيتعامل نفسيا مع اللعيبة. يعني راجل بيشتغل شغل صح ومقضيها جلسات. وزي ما شفنا جيلاردو تحول تقريبا تحول كامل، مجدي أفشة تحول تحول كامل في المباريات، وكان تألق في آخر ماتشين مع الأهلي وحقق بصراحة أداء عالي جدا على المستوى البدني والفني، وكان ليه دور في الصعود للنهائي بصراحة. فهنا إحنا بنتعامل مع مدير فني فاهم وعارف ويمتلك شخصية تتناسب مع شخصية البطل الأهلي. طب استاذ محمد، كان في لغط كبير برضه بالنسبه من ساعه ما اعلن النادي الاهلي توقيعه مع موسيماني، بعد يعني مدرب كبير كان ماسك النادي الاهلي وحاصل على بطوله وكان ماشي بشكل كبير جدا. انت شايف ان اللغط اللي حصل ضد موسيماني في التوقيت ده، هل انت شايف ان الاداره قعدت مع يعني قعدوا مع بعضهم وحاولوا يوصلوا لحل كبير ويوصلوا لمدرب في افريقيا، وده كان غير توقعات نقاد رياضيين وجمهور والكلام ده كله، انت شايف التفكير ده من اول ما تعاقدتوا مع موسيماني كان حل كويس؟ والله يا كابتن محمود انا نشرت عندي على الصفحه اكتر من مره وكتبت كذا مقال، قلت ان الراجل ده هو الانسب قبل ما كان الاداره تفكر فيه. ليه؟ لان هو يعني بيحب الاهلي، اولا بيحب جماهير الاهلي، ثانيا راجل فاهم ودارس وليه خبره كبيره جدا في افريقيا وحقق انجازات رهيبه رهيبه مع سان داونز. طبعا الارقام بتتكلم، سواء اتكلمنا في افريقيا او اتكلمنا في الدوري المحلي الجنوب افريقي. لا يعني هو مدرب بالارقام، مدرب محترم وكويس. مش لازم ان انا اجيب حد خواجه يعني او اجيب حد اجنبي، انا ما عمليش حاجه، انا جبت الاجنبي، جبت فايلر عمل لي ايه؟ انا فايلر الاهلي اللي عمل فايلر من الاخر يا كابتن محمود. يعني تمام. شفنا فايلر، لو انا مش عايز بس ان انا اتحامل على فايلر، بس تعالى كده نعمل مقارنة كده سريعة كده بالراحة واحدة واحدة. فايلر ما كانش بيتكلم مع اللعيبة، كان في تعالي في كواليس ما موسيماني كناش بيتعامل حابين نفسيا نقولها. كويس مع اللاعبين استاذ محمد. طب استاذ محمد، في عجاله بسيطه جدا ويعني عشان الوقت بيجري جدا وفي ختامه، كنت عايز اكلمك عن قصه محمد فضل وكهربا من وجهه نظرك، بس في عجاله سريعه يا استاذ محمد معلش. والله في عجالة سريعة أنا يعني بوصفها دايما إن أنا راجل صاحب الفرح، فصاحب الفرح اللي هو كهربا يعني أسيبه شوية يحتفل ويعمل اللي هو عايزه. والراجل كان ماسك بدراعه الشمال، لو شفنا مالك مؤمن زكريا، وبدراعه اليمين عايز يسند محمد، يسند مؤمن مؤمن. زكريا فبالتالي طبعا يعني هي حساسية ما بين الاتنين ما كانتش في وقتها. كابتن فضل عايز يطبق النظام للحظة الأخيرة، كهربا بيحتفل وفرحان وجاب جون وأهدى المؤمن، فبالتالي هنا كان في بعض الشد والجذب. أنا شايف إن الموضوع خد أكبر من حجمه، وكان الموضوع لو اتلم إعلاميا كان هنبقى في حالة أحسن من كده. استاذ دي محمد وجهة. فرج يعني لدي وقتنا، انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، واتمنى لك التوفيق، واتمنى التوفيق للاهلي والزمالك طبعا. شكرا محمد فرج. طبعا بشكركم لضيق الوقت، ان شاء الله طبعا نلتقيكم الحلقه القادمه يوم الثلاثاء. السلام عليكم.